المرأة الرقيقة لا يأخذونها أيضا على الإسلام. يقول وما لكت أيمانكم والجوز أربعة واللي ملكت يمينه ده بلا عدد، بيعتقدوا أن ذلك إذلال للمرأة. نقول له لا، هذا أيضا باب جديد من أبواب تصفية الرق. ليه؟ لأنها لو ظلت بعيدة عن استمتاع سيدها بها وجاء عبد فتزوجها أو غيره فتزوجها، ما تلده يكون عبدا، ولكن من سيدها يكون حرا، وهي تصير أم ولد لا يصح أن تورث ولا أن تباع. يبقى بيصفي إذن الرق ولا لا؟ فاستغل عملية الاستمتاع بأن يصفي الرق أيضا، ولو بقيت غير مستمتع بها من سيدها لكان كل ما تأتي به من النص يبقى رقيق، يبقى بيزود ايه؟ رقد. يبقى هنا بيزود الأحرار، وعدمها يزوده يزود العبيد. وأيضا فإنه يريد أن يرتفع بإنسانية المرأة وأن يحترم أنوثتها. حين ترى سيدها وله امرأة أخرى من الحرائر ثم يستمتع هو بها كما يستمتع بالحرة، فهي لا تنقص شيئا عن الحرة في متاعها الجنسي. يبقى إذن لما تشوف كده هي متعة لسيدها زي امرأته ما هي إيه؟ ما متعة. وأيضا يمنعها من أن تتطلع إلى إفساد الغير.